كان اسم مسلسل بطن الحوت للنجم محمد فراج والنجم باسم سمرة ترند مواقع التواصل الاجتماعي منذ إذاعة الحلقة الأولى على منصة شاهد، ولكن بعد ظهور التيك توكر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من المسلسل أثار غضب رواد السوشيال ميديا وهجموا صناع المسلسل وطلبوا من دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بالتدخل. وقررت نقابة المهن التمثيلية تغريم 1,000,000 جنيه للشركة المنتجة ومنع أعضاء النقابة من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل، ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب. مسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.